إذن مشاهدي قناة أشواق تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة يعني مدينة الدار البيضاء في اللحظات يعني بعد فوز المنتخب الوطني المغربي يعني والتأهل ديالو المونديال. فكيف ما كتشوفوا معنا يعني الفنان موس ماهر والفنان الشيخ نانو الفنان الجزائري، فهم فرحانين يعني في هذه اللحظات هذه وبغاو يشاركوا الفرحة ديالهم مع المغاربة. خلينا يعني نشوفوا زعما الرأي ديالهم ونشوفوا الأجواء. السلام عليكم، تبارك الله عليكم كل تول مود كاملين. انا جد فرحان على تأهل المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم، وغادي ان شاء الله نكونوا في قطر. تبارك الله عليكم، اليوم معنا ضيف جزائري اللي هو الشيخ نانو الفنان ديالنا اللي غادي يكون عندنا حصري في غاتسبي في رمضان ان شاء الله. ومرحبا بالشيخ نانو، شي كلمه للجمهور ديالك المغربي. السلام عليكم خوتي، معكم الشيخ نانو. شي يدير تيري في عدينا احي بهذا الفيديو، نقول للمنتخب المغربي نقول لهم مبروك عليكم ان شاء الله وكاليفيكاسيون ان شاء الله، وكاع الشعب العربي كاع العرب ان شاء الله نكونوا امه واحده. وبهذه المناسبه نقول لكم رمضان مبارك والعام انتم بخير، ورانا في فيلا غاتسبي عند خونا وحبيبنا موس ماهر. عادي شعلوا وعادي شعلوا اخويا، وروحوا نسيروا على عديانا. عندكم شنو لابس؟ عندكم يحيى المغرب والمغرب. كي تقول المغرب والجزائر خاوة ما بين الدعاوى. قول والله خاوة. السلام عليكم خوتنا احبابنا كاع الشباب، امين فريز الشباب، امين عاد الشباب، امين كازا من وهران، وراني مقيم هنا في المغرب وان شاء الله صافا الحمد لله تاهلوا وان شاء الله عقب المنتخب الجزائري والتونسي ومصر ما عرفناش هذا، المهم ان شاء الله كاع العرب يتاهلوا. ورانا هنا ان شاء الله في غاتسبي عند موس ماهر توجو روبلا ونموتوا عليكم يحيى المغاربه، رانا كاع خاوة. عادي شعلوا اخويا، اجي اولا عادل صاحبنا وخونا عادل، واش رايك في الماتش خويا؟ الحمد لله كان مقابله الماتش 5-0 والله العظيم كان عندي فرحه. شو الجزائر ربحت والله بحال رانا بلد واحد، كي ربحوا الجزائر المغرب تفرح بينا، وكي تربح المغرب ثاني الجزائر نفرحوا بكم، رانا خاوة ونموتوا عليكم. انا كنشوفكم بزاف السهرات في المغرب، كيعجبك المغرب؟ كيعجبني السهرات بيان سيغ، سيرتو في عين دياب هي الحياة والروبله واحي نانو سير على عديانا. قول لي نانو، بزاف الناس هنا يشوفوا كيدوز رمضان في المغرب، كيفاش كيدوز رمضان؟ جو رائع احلى، شوف درت كاع البلدان، جوزت كاع رمضان في كاع البلدان، وقسما بالله العظيم ماشي افتخار ولا والله، اللي جوز هنا بحال شنو نقول لكم، تحس بلي رمضان تاع بصح. ناسهم كرامه، ناسهم ما شاء الله الله يعمرها دار، مثقفين، شنو نقول لكم. انا بروحي راني شحال من عام جينا في المغرب، عيشه مغرب ولا جزائر خاوة ويحيى وطن واحد وصافي. الفنان امين اجي خليك معنا، امين انت ايضا يعني فنان جزائري وكا، كيفاش كتحس براسك في المغرب هنا؟ انا كانني في بلادي خويا، وانا الزوجه ديالي مغربيه ولدي زايد في المغرب، ويعني الحمد لله نحس روحي مغربي وجزائري، وان شاء الله نتمناو يتحلوا الحدود ونولوا بلاد واحده، وحنا ديجا بلاد واحده، حنا السياسه ما تفرقناش وشعب واحد. وان تو دري فيفا لاجيري، وان تو دري فيفا المغرب، ورانا خاوة ونموتوا عليكم كاع. دابا كنتي كتفرج في المنتخب المغربي وكتفرج ايضا يعني في المنتخب الجزائري، كيفاش كنتي كتحس؟ فرحت المنتخب المغربي، ومازال راني خايف على المنتخب الجزائري، ان شاء الله نتاهلوا كاملين ونتمنى ان شاء الله نجيبوا نتيجه ونروحوا المونديال ونديروا حاجه كبيره ان شاء الله، كاين المنتخب الجزائري كاين المنتخب المغربي ان شاء الله. شي رساله للجمهور المغربي ان شاء الله نكونوا بقوه في قطر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتلاقوا في قطر، وهذه الخطره النشيد الوطني غني الشيخ نانو افيك شاب امين في قطر وربلوها. وتحيه الناس المغرب والجزائر وكاع العرب، نقول لكم رمضان مبارك، تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله. الشيخ نانو تيري رادينو احي.